اغتيال بشار الأسد مذكور في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة، قال لك وذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم، مدن عروعير متروكة تكون للقطعان فتربص وليس من يخيف. بيقول لك ايه؟ فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود. هنا بيقول لك ان إسرائيل زي ما اغتالت حسن نصر الله واغتالت السنوار، هتغتال بشار الأسد في الوقت ده، هتتهيج كل الولايات المتحدة الأمريكية للحرب، لأنها مش هتحارب ناس هينين، هتحارب روسيا، لأن روسيا هتيجي لدعم بشار الأسد. والمنطقة السورية، أرض سوريا، هتتحول لأكبر ساحة حرب عرفها التاريخ على طول نهر الفرات، وكثير من الدول اللي جنب سوريا هتسقط زي العراق والأردن، والدول دي كلها دول سقوط. يعني إيه دول سقوط؟ هقول لك أنا يا سيدي. إسرائيل بمجرد ما تحارب إيران في المنطقة العربية، أغلبية الدول العربية والخليجية هتسقط. ليه؟ بسبب لأن إسرائيل وإيران مش هيضربوا بعض على أراضيهم، هيضربوا بعض على الأراضي الخليجية والعربية، كل واحد هيتصارع إنه يحتل حتت منها، فاهمني؟ ففي الوقت ده هتتهيج أربع زوايا الأرض للحرب أيضا، اللي هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. الأربع زوايا الأرض دول لما يتهيجوا للحرب هيجوا اولا على الاراضي العربيه الخليجيه علشان ينهبوا البترول، لان البترول هو وقود الحرب العالميه الثالثه. طب ليه هينهبوا البترول؟ لان انت عارف ان الاراضي العربيه والاراضي الخليجيه، السعوديه، مصر، جبال، السعوديه لوحدها جبل من الذهب، هي جبل من الذهب، مطمع لكل الشعوب، وبلا سور بلا حمايه. الاربع زوايا الارضيه هتيجي علشان تاخد منها هذا الجبل من الذهب اللي هو البترول، لأن ده وقود الحرب العالمية الثالثة. في الوقت ده الطيارات هتقعد تطير في الأجواء، والأعاصير هتكنس الأرض، والطبيعة هتنقلب، والزلازل هترقص العماير، لأن هتحصل تغيرات مناخية بسبب القنابل التي تسقط على الأرض. اللي انت متعرفوش ان القنابل لوحدها اللي سقطت في حرب إسرائيل اللي بتحصل دي تسببت في تغيرات مناخية كبيرة جدا، لدرجة ان الشعاع الشمسي حصل فيه تغيرات بسبب الغبار اللي بيطلع ده، وطبقات الاوزون ابتدت تتلخبط. وانت عارف ان الارض دي كائن واحد كلها، هي والنجوم والشمس والقمر، زي جسم الانسان لما عضو بيتلف او بيتعب كل الاعضاء بتتعب. فلما مثلا هتلاقي الانهار مرتبطة بالبحور والارض مرتبطة بالجو، حاجات من هذا القبيل. فلما في اختلال بيحصل في التوازن، التوازن كله بيتلخبط. فعشان كده انا بقول لك هتحصل بسبب الحرب العالمية الثالثة تغيرات مناخية رهيبة فيها، بمعنى اصح اعدادات العالم هيتلعب فيها، الاعدادات بتاعت العالم هيتلعب فيها. فالوقت قريب. وعلى فكرة هي الحكاية مش حكاية الحرب النووية الاولى اللي هتحصل دي في الحرب العالمية الثالثة، ده في اسلحة تانية ظهرت احنا ما نعرفهاش، مخزنة في المخازن احنا ما نعرفش حاجة عنها، احنا ما نعرفش حاجة عنها. هذه الاسلحة هتبتدي تظهر، بس بتظهر لما المعمعة تبدأ، فاهمني؟ فالوقت قريب. على السوريين، معرفش اللي داعمين بشار الأسد أو اللي بيحبوا بشار الأسد عليهم إنهم يصرخوا عليه، لأنه خلاص هو هيقابل وجه كريم. لكن على الناس اللي بتكرهه، لأن هو مثلا تسبب في مقتل أخوه أو أبوه أو أمه، يفرحوا فيه. ده قسمين من الناس في سوريا أنا بكلمهم. فالوقت قريب. الكلام ده حقيقي وصدق، والنبوات دي لازم تتحقق، النبوات دي لازم تتحقق، لأن الله قال لجميع الساكنين على الأرض من البدايات النهايات عشان يعرفوا إن هو المنتصر في حرب هرمجدون الأخيرة. سوريا دي جبهة من جبهات حرب هرمجدون الأخيرة، هي جبهة من جبهات حرب هرمجدون الأخيرة. فالوقت قريب، الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.